السلام عليكم. النهاردة هنرسم سبونج بوب بأسهل طريقة. اول حاجة نرسمها الوش عشان نعرف نرسم الايد والجسم. عشان يكون كل حاجة متناسقة الإيد
الإيد التانية، لازم يكون نفس المسافة. كده خلصنا الايد، فاضل الرجل. كان المفروض تروح يمين شوية، بس مش مشكلة بقى. تمام كده، كده خلصنا الرسمة، هنلونها دلوقتي بألوان مائية. نسينا نعمل الحتة دي، يلا بقى عشان نلون. الألوان المائية
تمام كده خلصنا البنطلون، نعمل الياقة، الجرافطة يعني قصدي، حط لون احمر. تمام كده دلوقتي هنلون البشرة بتاعته لون اصفر. نبقى ننتقل على الرموش دي عشان الأصفر جه عليها.
كده خلصنا الوشوم. احنا ممكن نضيف على اللون البني ده اخضر عشان نعمل اللون الابيض ده القاعد دي. اللون عايز يفتح شوية. انا احط الاخضر ده احسن، احطه للاصفر. استني انا هجرب احط ده على ده كده. حط عليه شوية لون بني. هجرب يعني ده اللون ده حلو. بس عايز يفتح شوية كمان. نحط عليه اخضر. اللون ده حاسه يعني قريب جدا من معلش الكاميرا فصلت، ف ده لونته باصفر واسود، فاضل لين لون لبني. هو العين بوظتها، فانا هعملها وهحط حواليها اسود تاني عشان تبقى مظبوطه. لما تنشف هحط عليها لون اسود، واللسان والبق. هعدلها باللون الأصفر. حاسه ان انا مظبطتهاش. تمام كده ظبطتها شوية، فاضل بس اللون الأحمر في الشراب واللون الأزرق والعين. سيبها تنشف وأعمل العين أزرق.
اسيبها تنشف شويه واجي لكم. جيت بعد ما خلاص يعتبر خلصنا، هنحدد بس الحاجات اللي هي مسحت من الالوان. تمام كده، كده خلصنا. يا رب تكون عجبتكم، اكتبوا في تعليقات تاخد كام من 10، وقولوا لي لو عايزيني ارسم رسمة معينة اكتبوا في الكومنتات. وشكرا جدا، كان معكم من ابراهيم. مع السلامة.